تفضل يا اهلا بس بس لا لا فايت طاحش يا فايت لوين فايت. مساء الخير. مره واحد اشترى دوش لقام فخوه قام ردو بعناوين الليله باخر اسبوع من الرئاسه التوافقيه بتم المصالحه الوطنيه برعايه الرئيس سليمان فرنجي عفوا الرئيس ميشيل سنان بعتذر رئيس ميشيل سليمان، هذا لانه عم بحلم بفاتن حمامه. برعايه رئيس البلاد العماد ميشيل عون الجرح الاخير نعمل العماد ميشيل سليمان. كاميرا رولينج مشهد انتخاب رئيس الجمهورية تيك فور كلاكات النصاب أكشن. أرجأ دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم. أما بالمحكمة الدولية فكرمة زمنها جاية جاية من لها يا جاية معاها أوضات كوانك كوانك. احنا ما عم نمثل فقط قناة الجديد ولا الحالة اللي عم تصير معنا ممكن تصير مع اي حدا. مراسلنا المغرور عبد الغفور بتضامن مع الاغنياء ضد طمع الفقراء. للمرة السادسة الهيئة التنسيق النيابية عم تهدد استقرارنا نحن الطبقة الغنية بالبلد. عباس بسكر الدكانة على الساعة 8. باسبور دبلوماسي يا عقرع. واخر شيء ابو طلال عم يعمل فرض التاريخ لصف المتيسي. حزوره يا فوفي. شو الحزوره يا ابو طلال؟ شو الفرق بين هيفا وهبي وامك؟ انا بعدني حلمين فيك وانا دعان حلمت فيك وهيدي نشره الشين. والان نشره الشي ان ان مع مشروم مفتوح وكوتيو. انا عندي التايجر بلطش لك التايجر بشيل هيك على هيدا. بعدين انت كوتيو انت مفتوح. مساء الخير. I saw you Jaxus ولكن لم تبالي. مساء الخير. مساء الخير فيك وفي وفي على هيك زمن واقف مثل كانوا ناطرين الفرج بس ما عم نتحرك من كثرة الحرج. ولكن العقل والعلم من هيدا الباب خرج تكبير. الله يسوع. شكرا. المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية قربت انه تخلص وبقي كم يوم ل 25 ايار. السسبنس عم بيزيد، المشهد غامض، الوقت عم بيداهم وبدي فوت على الحمام صار لي 6 ساعات. مان شيت شو خاص هلا. اوكي بس هذا مش مهم. المهم هو التاريخ 25 ايار. ف 25 ايار بنفس النهار بيكون عيد المقاومة والتحرير، وحتى هيدي مش صدفة. فالعناية الإلهية هون عم بتأكد على أهمية ورقة التفاهم بهذا النهار. بس بنفس الوقت وبنفس النهار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بيكون بالقدس المحتلة. اسرائيل يالي سخرية القدر. قدس القدس أنا رايح على القدس. بس النهار ما بينتهي هون ومهمة عون ما بتنتهي هون أبدا. فب 25 أيار في انتخابات بدار الإفتاء السنية وأكيد هالانتخابات ما رح يفوتها الجنرال. فبمعلومات خاصة للشي أن أن أنه العماد عون وبعد التشاور مع خيه وصديقه وحبيب قلبه سعد الحريري قرر يرشح لائحة توفيقية على انتخابات دار الإفتاء. طبعا اسم اللائحة ما في نوى إلا سوا. هلا هو رح يرشحها على الانتخابات بس ما رح يعلن اسم المرشحين يلي فيها. ليه؟ لانه بديهم يكونوا توفيقيين مش توافقيين، يعني ما بينعرفوا غير من بعد ما يربحوا. ومن بعد ما امن على دعم الدروز وبكركي بزياره القدس والسنه بانتخابات دار الافتاء بيكون العماد عون زبط وضعه الداخلي وصار مهيئ يكون رئيس الجمهوريه اللبنانيه المقبل. يس. اوكي ما تتحمس كثير لانه بيبقى في تفاصيل صغيره كمان موعدها ب 25 ايار، اذا زبطت بتكون المعركه انحسبت. اول شيء عندك الانتخابات الرئاسيه الاوكرانيه وانتخابات مجلس النواب الاوروبي وحتى الانتخابات الفدراليه البلجيكيه. واحد يفكر انه الجنرال كان حاسب حسابهم. ها What you gotta do? You gotta vote. بس الجنرال مش لحاله عم بيلعبزها خطط. ما فينا ننسى نشاط الرئيس جميل اخر فتره اكيد مع دعم من برلسكوني. حريمز ما حريمز ايه برلسكوني مان ليتس هيت ات بوليتكس هيت ات.
أمين الجميل بلش زيارات للقيادات السياسية اللبنانية بلقاءات وصفة شوي بالصعبة، أكيد صعبة خصوصا عند ميشيل عون، فمثل ما عرف فريق الشقلان بمعلومات خاصة أنه محور الاجتماع كان يشوف إذا صار يوصل لتحت زناره لعون أو بعد. يا شيخ أمين بعرفك منيح بالصدق، لا أنت ولا كل شيء شايف حالك فيه بتوصل لتحت زناري. يعني إيجابية بتصف لونك دو بوا بقى نحن ضد اللغة الخشبية، نحن ضد اللغة الخشبية. بس الجميل أوكي كان في هدف براسه، كان رايح يدس النبض لترشيحه لرئاسة الجمهورية، خصوصة بعد ما انه طلع الحكي كتير وصار عون اكتر بالصورة، وهذا الشيء لازم يوقف الرئيس الجميل بأرضه. بس شو هو الخوف الأكبر؟ لكن العالم خايفين من الشهور عشان بطلوا يسموه فراغ، شهور سبليكول ايه شهور انه في هذا، لانه اذا ما قدروا ينتخبوا رئيس بتنقل الرئاسة under سني management، يعني بهذه الحالة الرئيس الحالي الرئيس من رئيس حكومة حالياً؟ ما بيشبه اسمك زعتر؟ منقوش بيبرم؟ مقوي دونك تمام سلام تمام سلام. ما كيف تنسي ما مش عم يطلع مش عم يبين ما عم يبين عن جد أبداً. حكومة الرئيس سلام حكومة استثنائية، حكومة بلشت كمزحة بعدين قلبت أضحوكة تحولت لمهزلة وصارت حقيقة بعد 10 أشهر. حكومة الرئيس سلام بتشبه فريق الفوتبول، ما بعرف ليه بس بتشبهه، او هو الفوتبول وهن الفريق ولا ما بعرف، ما عندي اي فكره. ايه صحيح علاقتي بالسمك قويه جدا، رائع بتحسه ايه يعني اللي حسينا فيها انه هو الرئيس المطلوب، اللحظه تلفزيونيه واحده. في ناس بتعيش لتاكل، في ناس بتاكل لتعيش، انا من اللي بياكلوا لعيشوا كتار، بيحزوني على ايه، عندي اراده قويه جدا في موضوع الاكل. بدنا خلينا نرتاح شوي من خلقتي، بريك صغير بعد ما نرجع يمكن نضلنا راجعين ما انا بعرف. تتذكر سلام هديك النهار وقت دعست هذا الصرصور اللي طلع له شوارب هذا الاسمراني؟ ايه ما طلع خيي هذا. لا ما عرفته خيا بيطلع على الشوب هو. يا الله يمكن لانه كان قالب على ظهره ما شفت وجهه. سوري مان. اري اوكي. بتعقد السويد كانت مان، بتعقد جد. ايه مساجات سويدية؟ لا ركبت وحده سويدية مان سودا. كيف كلهم شقر هونيك؟ لا سودا مان وفيتاسا بيجي الكتريك وال شو عم تحكي فيتاس؟ ما معنى هذه مرة كيف عم تحكي؟ لا مان وبالمك السيارة اللي خبرتك صورت بعثت لك سيلفي تعقد سيلفي مع سيارة تعقد شو ما أهبلك. سلسلة الرتب والرواتب، مسلسل تلفزيون الواقع على خلقته، هو من أهم القضايا المطلبية، فمن طلب العلا هيك بيصير شكله. قائد الحملة حنا غريب ورفقاته صار لهم 3 سنين عم بيواجهوا حيطان المال يلي بيملكوه حيتان حاطينهم بالبانيو، وكل المحاولات باتت بالفشل، فبلش حنا غريب يعلي الصوت. لأننا لا نواجه رأسماليين بل نواجه حراميين. لحيتان المال أنا قلت لهم ذلك، ولم أقل ذلك للنواب. هيا هيا بطل غريب، هيا طر يا جرين راتب، جرب اضرب صرح صرخ افتك في الحيتان. العنوا نقطة حرامية على فكرة، ايه العنوا نقطة وزعلوا النواب. ايه هذه أغنية جديدة على فكرة، إذا كنت بتسأل مسلسل كرتون جديد لحنا غريب نازل للأجيال الصاعدة الصاعدة على طيارة الهجرة. أكيد مع أنه غريب حنا غريب كل مرة كان ينزل فيها على المظاهرة يكون عنده أمل أنه المطالب راح تتحقق، بس بعد فترة لما شاف أنه ما حدا عم بيرد قام على الصوت أكتر. لا
طب بركي اخر مره سمعوه لانه علا كثير الضحكه يا علا. شو كثير كرييتيف هيك انه علا الضحكه بركي منيحه منيحه. لا مات لا 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 ما لا. بتعرف هو اسلوبه غير عن اسلوب نعمه محفوظ ايه؟ انه نعمه بيجعلها هيك مع ستايل، بينزل بيطلب المطالب مع ستايل. بس فعلياً مين في يوقف بوش حيتان المال؟ شارك، ستينغري، 135 مليمتر كاليبر. بس غير عن هول ما حدا بيعرف، البعض بيقول انه حنا غريب ما بتفرق معه وبيأكل تونة. منشان هيك المراسل العيوق عبد نزل يتحقق عن حيتان المال بسوق السمك. لا بالمظاهرة اللي هي أقوى من أي حوت إلا محمد الحوت، لأنه ما فيك ما فيك تكون حوت أكثر من محمد الحوت تماماً، مثل ما فيك تكون ماروني مثل إلي ماروني نفس الحال. للمرة السادسة الهيئة التنسيق النيابية عم تهدد استقرارنا نحن الطبقة الغنية بالبلد، مشان هيك الطبقة البرجوازية بعتتني على المظاهرة لحتى أتجسس وشوف الهيئة التنسيقية شو عم تعمل وبركي بقنعهم إنه يغيروا رأيهم وما يقروا السلسلة. خبرني شو عم تعمل هون بالداون تاون؟ عم طالب بحقي بكل بساطة. بس ليه بدكم تستهدفونا نحن الطبقة الغنية بالبلد؟ ما فيكم تتغلوا شيء تاني طيب؟ ما منغلي الكافيار، عم نعملكم شوية رجيم بس. كل أولاد هدول المسؤولين، ولا واحد منهم بيحكي عربي، عشو 800 مليون دولار. طيب نحن بحق لنا نجيب نواب ووزراء أجانب بياخذوا أقل من الرواتب اللي عم ياخذوها هلا؟ خلينا نجيب نواب من سريلانكا، من أثيوبيا، بنشوف قديش أجراتهم ضعيفة. 500 دولار. معنا مشحرة هون، تفضلي. مشحرين، متعقدين، مش عم نقبض. 10 أولاد عنده خيي، لأنه بكرة وقت الانتخابات بننزل مثل الكلاب. ننزل منحط زي ما هي مصارف بكل بساطة، ما عبالهم يدفعوا ضريبة. انت شو رأيك؟ يعني رأيي انه يشرعوها. خلينا نروح عند الوزير شرب النحاس ونجرب نقنعه. طنط إجيني وطنط سعاد زعلانين منك كتير كتير زعلانين، وبعتوني لعندك لقلك انه هيدي السلسلة بلاها، لانه بدكن شو بعرف نتأثروا على الاستقرار تبعنا. هيدا البلد لا بقى فيه الاستقرار ولا بقى فيه عمال. هيدا البلد مسلم الدفي فيه مدرسة الميليشيات ومدرسة الضروبة ببلدان النفط وما شابه. بس شو بيضمننا انه اذا اقرت السلسلة ما حترتفع الاسعار، لانه اساسا ما في رقابة على الاسعار؟ التشهير واجب، لانه لما السلطات العامة بتتقاعس عن القيام بمسؤولياتها، المواطن ولا سيما الموظف بيصير عليه مسؤولية انه يشهر. طيب عسيرة التشهير، شو رأيك بالفايدة الشهرية اللي عم بيقولوا البنوك انه بدها تزيد اذا اقرت السلسلة؟ وهيدول عم بيقولوا انه اذا نحط فوايد ضرائب على ارباحهم بتعلى الفايدة. هي بتطلع منها لحالها، هني ما خصهم. هيدول عم بيقوموا بعمليات موصوفة اسمها ابتزاز. بس ليش وضعنا صار هيك؟ وليه ما حدا عم يقدر يحل الموضوع؟ هل لأنه الفساد أكلنا؟ أم هل لأنه من وراء الفساد عم بيصير في هدر بقيمة 600 مليون دولار سنوياً؟ وهذا اللي بنعرف عنهم. نحن بندعم الدكان اللي عايشين وبنشتغل فيها. إيه؟ الجديد عن جد؟ لا ما عم نحكي عن الدولة، أوكي؟ هي الدكانة. ومشروع تسكين الدكانة بلش. بس ليك مع مين بلش؟ استاذ سلام، انا جاي لحتى اشوف هالدكانة شو قصتها، واذا بدهم شغيلي انا معهم. الفساد اكبر منه بس نحن نفكر حالنا تشطرنا واخذنا معاملتنا بسرعه لانه دفعنا شوي زياده. طب غدا عيد شو عايز يصير فيها؟ غدا عيد بتحكي عن الفساد صار له شي 10 سنين وبعد الفساد مثل ما هو. لك قبل ما بلش بدي غراض انا من عندك، بدي اسالك سؤال بس، انت اخذت الفكره تبعي عن التويتر انه انا انه بدي افتح دكاني، ام انت جيت لانه معك مصاري فتحت الدكان؟ ما
احنا على طول ناخذ الافكار من الناس. افكارك على طول عظيمه وبس انت ما بلشت الدكانه. ما تكون شغيله انتوا عندكم هون نستفيد. سجل عدلي لحظ ما عليه تعال 3000 سجل موتوسيكلك فك حاجز تعال تعاطي ايه تعال شيل لك اياها. بيطلع بايدك تعمل لي باسبور دبلوماسي؟ بصير انه اخذ اغراض فيها من المطار واجيب اغراض وما حدا يحكي معي ولا يتعرض لي؟ باسبور دبلوماسي يا عرا. انت اذا بدك سكر هيدي الدكانة لازم تجي لعندي. أنا فتحت هيدي الدكانة حتى جيب الناس يلي مفكرين إنه هيدي الدكانة بتفيدهم تيشوفوا كيف هيدي الدكانة آخر شيء رح تضرهم. طب هاي أنا بعلبك بتفيدهم كتير، لا حكم علي. طب فرجينا آخر بضاعة نزلتها، فرجينا. لحق حالك لحق حالك، هيدا حدا فيكو مش من زمان. هذا بالإزاي ما عندنا منه نحن لحتى تسفرنا إياه، ما بهمني. اس السلام مثل بتعرف هاي الدكانة صلا يومين فاتحة وبعد يومين رح تسكر. لو هني سكروا أنا حضرني فاتح. كان معكم عباس عجاج حسين علي موسى جعفر شي أنان شرعوها. من وراء الحرب بعدنا لهلأ عم نعاني مع ثقافة الفساد وأمرار مع غادة عيد كمان، بس إنه ما حدا يخبرها. فإذا بعد 30 سنة على حرب الجبل وقبل أسبوع من تسليم الرئيس سليمان مفاتيح قصر بعبدة للناطور، جرت المصالحة الكبيرة بين الدروز والمسيحيين بضيعة بريح. قيم احتفال للمصالحة والعودة برعاية رئيس الجمهورية ميشيل سليمان. والحمد لله قد تمت مصالحة بريح اليوم. المختارة ستبقى وفية لكم يا فخامة الرئيس. أقل ما يقال فيه بيضة الإبان، لكنه قاد السفينة عبر صعاب جمة واستطاع أن يوصل البلاد إلى بر الأمان. أيضاً وقف وليد جنبلاط إلى جانبي في الأزمات الكبرى. جميع أهل الجبل دون استثناء نعموا من خدماتكم ومن عطاءاتكم. أهلاً وسهلاً بكم في المختارة. عن جد هذا كان مشهد تاريخي فعلاً بالفعل. سحستم الضياع، يمكن ما فيه ولا بيت، ما بعرف إذا بده يرجعوا وين بده يعادوا، فيها حيطان بس مكسرة بس إنه ما خصمان. بس الحفل كان حلو، أحلى شيء بالحفل كان هالغزل وتمسيح الجوخ المتبادل بين الوسطيين. فجأة الجو قلب من مهرجان خطابة لشي بيشبه لوف باريد. وقد ما كانت هيك القعدة كوزي، نزل وليد بيك على ركابه وقدم فتيح الضيعة بعلبة Would you please take back your home؟ قبل ما ترجع تتحول آخر شيء لستاند أب كوميدي. برعاية رئيس البلاد العماد ميشيل عون، الجرح الأخير لا من العماد ميشيل سليمان. غلطة، هذه غلطة. هذه غلطة كنت ما عم نحلم فيه بالليل. مش تيجي. مان قديش وليد جنبلاط مهضوم وعيوق. لكن الحمد لله غلطة البيك هالمرة كانت كوميدية ومش درامية مثل 83. بس قديش كانت بريئة هالغلطة، وبالأخص انه كان عم يقرأ من ورقة مكتوبة. ما بعرف ليك، تعال نجيب بسيكولوج مثل ما عملت ديما صادق، ها، ونشوف الابسوس تبع المفلوس بالحنكوس. وهما امان هيك نمت ديما على الكاوتش وسالته ليش قلت انتصاب محل صاب؟ زلت لسان، شو تفسيرها؟ تفسيرها شيء باطني رغبه باطنيه؟ اكيد اكيد اكيد، بدون اي شك. عم نحكي على صعيد عام. اوكي، رغبه باطنيه. بس في سؤال يعني لازم ينطرح، انه ليه قرر هلا وليد جنبلاط يدعمه للرئيس قبل باسبوع من ما يخلص ولايته؟ ليه ما دعمه قبل؟ كانت كسبته نقاط كثير بالشارع المسيحي. ها ها ها. طب من شو ناقصه الرئيس تيكون رئيس قوي؟ شو بده البلد؟ لشو بحاج البلد؟ الاستاذ وليد بيك جنبلاط، أقل ما يقال فيه بيضة الإبان. لكن يا ريت البلد والوضع بده بيضتين. قلتش حاجة أنا بقى، أنت اللي قلتها. يعني أنت قلت بيضتين فخامة الرئيس، أنا أكيد بفضل أقول بيضات، لأنه يعني بيضتين بيعملوا بيضات، ما فينا نقول. على كل حال نحن بنحب البيضات، اي قصدي بنشجع يعني مزات الدواجن كلها. نحن مع خلينا ناخذ بريك، بعد ما نرجع في ابو طلال
مش ليه ما شو لا مش عم بتضحك ما انا بحب انت وقتها تصير بدك تعبر بس مش عم تقدر تعبر إيه بس ما بتطلع بال بتحس انه كل هو ايه انه البيضات بس مش البيضات شو بنحب يعني شو ايه هي شو دواجن ابو طلال عرفت انا انه انت متعاطف مع المخطوفات مع النساء المخطوفات خوفك 100 مره ولو يا ابو طلال ما فيك تقول 100 مره بدي احضنهم بدي اخذهم على بيتي بدي اعملهم بابكار انت من محبتك يعني طبعا يا فوفي لا هيك انا احمد بنستقبل معنا هلا حصيدة يا فوفي شو حزورة شو الفرق بين هيفا وهبي وامك فرق هيفا وهبي وامك لا شو الحزورة مين هو البلد اللي بصدر اللي بيصنع بلازق وغريبه وانت حريين هي سوريا حمار انت ليه حمار عم شنو لبنان ليه لبنان شوف انت حمار يا اخي فهمتوا انا حمار بس ليه لبنان فوفي كأن هلا بلبنان مليون ونص نازح طيب سوري طيب يعني استثمارات شقق عقارات باع شراء كله قاعد بلبنان كله عم يشتغل نمر سورية بس بلا ضريبه اه انا من يومين واحد بدي اقدم على وظيفه طلع فيه واحد قال لي شو عم تساوي هون خيو قلت له بدي اقدم على وظيفه مع سيفي قال لي ما بنوظف لبنانيه طب ابو طلال طب انه شو بيعطي افضليه للسوري انه هو يشتغل عن لبنان يا سالته البرستيج شو برستيج؟ برستيجي اللبناني ما بخليه يشتغل الشغل اللي بيشتغله السوري، يعني مثلا السوري عشان كادح وشغيل، بتقول له انزل اشتغل على المحطة بينزل، عبي بنزين، بقول له نظف نظف، بتقول له اجلي بيجلي، اللبناني لا، بقول لك اوه ماي جاد، انا اوقف عبي بنزين، قوم لصاحبتي بالاكس فايف تشوفني؟ دواي، اي نعم انا ما معي اكل بس ما بيشتغلها صدي. طب ما في شيء سبب ثاني بيعطي الافضلية للسورية؟ فوفي حقيقة انا بقول لك شغلي، علميا السوري انصت من اللبناني. اه والله؟ طبعا. ليه؟ السوري اليوم بكون عم بورق حاد بدق له تليفون بقول له في عنا درس العقل بدنا نقبعه لمدام بيطرق بروح بيقبع درس العقل بيعمل عمليه بيرجع على الشقه بركب اي سي هو عم بركب الاي سي بدق له بقول في وحده عم بتولد هوب طيارها على المستشفى بيولدها بالليل وين بتشوفه وين؟ محل شاورما عم يشتغل معلم شاورما بوقت الفراغ بفجر حاله يا ابو طلال اتفق بقول لك قصدي انه في بارت منهم يا اخي ما فيك تشمل هيك كل السوريين يا اخي شو طيب ابو طلال انت مع انه نستقبل نحن النسحين السوريه او لا انسبسيون نعم يعني هذا موضوع انساني انسبسيون انساني اكسبسيون اكسبسيون ايه ليش بتعتبرها عم شان فوفي في نسحين حقيقه لازم نحن نحضنهم ونضمهم ونهتم فيهم طبعا بس الفكره انه من اذا بتطلع بالاردن التركيه عاملين لهم مخيمات نعم ومكيفينها في سيات كمان انا رحت وزرتهم نعم وعم يدفعوا لهم مصاري كل شهر قطر والسعودية للناسحين السوريين وين بالتركية وبالأردن طب ليه ما عم يدفعوا لهم عنا أحسنت يا فوفي شو عم شان في شيعة عم شان في حزب الله هون نقية فيهم ما عم يدفعوا لهم وفي بارت بيندفع بس بروح يجاب الوزراء والنواب طب ما الله طب كمان الشيعة يعني طب كمان طيب يا خي أنت شو لحظة يا حبيبي أنت شو مشكلتك مع الشيعة وين عندي مشكلة مع الشيعة كل مرة من هديك برا هون شو ما تطلعني ما عندي مشكلة مع الشيعة أنا حبيبة قلب الشيعة أنا الشيعة عم بيعملوا لي معاملة ما بيعملوها مع حدا أبو طلال عاملين فيي أشياء ما حدا عملها معي يعني لك هيداك النهار ماشي بحر تحريك والله استقبلوني أحلى استقبال والله وقفوني على الحيط والله يعني ربطني على العمود والله لا بيعقلوا فوفي حد تبع البان؟ الزروب السوداء لك إيه البناية الحمراء لك شو عرفك أنت؟ هذا كمان انت كمان اكل واحد تعرف لحيدر لك حيدر وخينه لك وجعني كثير انا ما توجعت انبسطت خلص بسيطه اعطيني ايدك لك هي اعطيني ايدك ونحن سوا اكلنا سوا بنبقى سوا فاذا وصلنا لنهايه حلقه اليوم بس قبل ما نختم ما فينا إلا ما نذكر بالذكرى 66 للنكبة 66 سنة مرقوا على تاريخ 15 أيار 48 اليوم اللي تأسست فيه دولة إسرائيل وتهجر فيه مليون فلسطيني 66 سنة تغير فيهم إشياء كتير جزء من العرب بطل يشوف بإسرائيل عدو وجزء تاني بينسق معه وجزء تالت غرقان بمشاكله الداخلية ب 66 سنة صارت دبي أهم من القدس ومفاعل بوشهر أخطر من مفاعل ديمونا قطر صارت أهم من مصر والسودان صار في اثنين منهم ب 66 سنة تأفغنت ليبيا وتصوملت سوريا وتعرقن لبنان بعد 66 سنة ما صار في تقدم بالعكس كرمال الأشياء عم بتسوق فيا إما نحن عم نعمل شيء غلط
يا اما ما عم نعمل شيء ابدا، وعلى الحالتين اثنيناتهم غلط. تصبحوا على خير. اكيد اذا حابين تزيدونا على فيسبوك وتويتر هودي هن اللي تحت. بعد هيك خطاب قلته، مين باله فيسبوك وتويتر مان؟ انا بدي اروح بلش هلا ثوره. شو اي ساعه؟ هلا لا بدك تجي؟ لا لا ليه مان؟ لانه بدنا ناكل. نعمل ثوره قبل نص ساعه بنرجع بنروح بناكل. لا اوكي بس لا بنهضم يعني من بعد هذا، انا بدي ناكل بنرجع بنهضم بالثوره. بنهضمها طيب يلا خلص يلا هون. بس ما منتقل كمان يطلع الصوت منيح بالثوره. ايه ايه خلص يلا. انا معك. طيب عايد لابو هريره يلا. شو عم تعمل؟ عم سطر اسمي. ليش وين ورقتك؟ حطيتها بالصندوق. رجع رجع لشوف. رجع اني ورقتك؟ ها شحها. وشلون بتحطها بالصندوق قبل ما اشوفها انا؟ شو بدك تشوف؟ مشان اشوف كتبت حرية ضميرك ولا لا؟ مو ببالي الانتخابات سرية. ايه ولساتها سرية. هلا انت لما فتت لجوا على الغرفة السرية حدا لحقك شيء؟ لا. ها؟ معناته كتبت على كيفها. مزبوط. وعلى شو الاعتراض؟ ايه وين السرية اذا بدك تقرا شو كتبت؟ هلا لما بده يخلص الانتخاب مو بدنا نفتح الصندوق ونقرا شو مكتوب بالوراق؟ بلا. اصبح شو فرقت؟ ان قرينا الورقة هلا ولا بعدين؟ ثم انه اصول الانتخابات ان الواحد يكتب على كيفه ونحن بنقرا على كيفنا. سيف روح غيرها واكتب حرية ضميرك. تحرك تحرك.